أعلنت وزارة الخارجية لدى بلادنا تسيير رحلتي إجلاء بحرية للرعايا العالقين من مدينة بورت سودان إلى مدينة جدة السعودية، والتي تشمل 450 مواطنا ومواطنة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إعطاء الأولوية للأسر والطالبات، وذلك في إطار عمليات الإجلاء المستمرة التي تتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، حيث ثمنت الوزارة الجهود والتسهيلات التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا، كما أكدت مواصلة العمل بتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستكمال إجلاء كافة الرعايا بأسرع وقت ممكن، حيث بلغ عدد الراغبين في العودة إلى أرض الوطن قرابة 2423 مواطناً ومواطنة. كما وصلت أيضاً إلى دولة الإمارات طائرة إجلاء تقل 176 من رعايا 7 دول وعدداً من العاملين في وسائل الإعلام الدولية قادمة من السودان. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، كما تستضيفهم على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت الإمارات عبر وزارة خارجيتها نجاح عملية الإجلاء التي تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تعزز التعاون والتضامن العالميين واستمرار لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. وفي غضون ذلك، أرسلت دولة الإمارات شحنة مساعدات عاجلة للسودان تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل لآلاف من الأسر السودانية التي تأثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في السودان. وتأتي المساعدات للمساهمة بفعالية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية، والتي تسببت في النقص الشديد للعديد من الخدمات الحيوية ومعاناة قطاع عريض من السكان، خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية. وعلى إثر ذلك، التقى ممثلو جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بحضور أعضاء من السودان وسوريا، حيث تمت الدعوة إلى الاجتماع الطارئ لمناقشة القتال الدائر في السودان وإعادة الجمهورية السورية إلى عضوية الجامعة العربية، حيث يسعى المشاركون لاتخاذ موقف عربي موحد حيال الأزمة في السودان من خلال إيجاد دور في حل الأزمة السودانية. وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الهدنة المعلنة في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أعلنت جامعة الدول العربية بعد تحركات دبلوماسية استعادة سوريا لمقعدها في عضوية الجامعة العربية بعد غياب دام 12 عاماً.